أعزائي المشاهدين، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج عيون الحياة، وأسعد الله مساءكم. النهاردة إن شاء الله هيكون معنا موضوع يعني كل بيت بنتكلم فيه، وفي السوشيال ميديا وفي التلفزيون وفي كل حاجة، التحرش. التحرش موجود وظاهرة في المجتمع بشكل كبير، لكن مش مسلطين عليها الضوء. فالنهاردة جايين نتكلم شوية ونوجه أسئلة للدكتورة دعاء، ونصايح هناخدها منها للأهل في البيت لحماية أولادهم ضد التحرش. أهلا بك يا دكتورة دعاء، منورونا. أهلا بك يا أستاذة نجلاء. أهلا بك. مساء الخير يا محمود. مساء الخير يا نجلاء. مساء الخير يا دكتور. مساء الخير. ازي حضرتك؟ عامل ايه؟ طبعا حضرتك عارفة في الفترة السابقة، يعني خلال الأسبوع ده، كان حصل موقف كده، طبعا مش هنتناوله بالصورة بالأخص بيه، يعني احنا هنتكلم عام، يعني التحرش. تحرش بالأطفال بصفة عامة. ودي حاجة يعني بقت خطيرة، حابين حضرتك تحكي لنا عن الموضوع دوت وتقول لنا نتداركه ازاي. احنا لازم نفرق بين حاجتين مهمين، بين فعل التحرش والمتحرش نفسه. متحرش ده شخص مريض نفسي، بيبقى عنده اضطراب في 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 نواحي جنسيه، الاشباع بتاعه ما بيتمش غير بصوره غير طبيعيه. تمام. فبيكون بيتمتع، بيستخدم الطفل الصغير، بيحس من خلاله بالمتعه لاشباع رغباته الجنسيه، سواء بقى باللمس او بالايحاء او بالتحرش اللفظي او التحرش الجسدي. فمن خلال انواع التحرش لازم نعرفها، في تحرش لفظي بالكلام، في تحرش بالنظر ان هو يعرض قدامه اعضاءه تناسليه او يقلع قدامه او كده، وفي كمان التحرش الجسدي، طبعا هو الاشهر او هو اللي تم في قضيه المعادي اللي احنا تم اثارتها في الفتره الاخيره. لكن هل المتحرشين بيخلصوا؟ مش هيخلصوا، لكن احنا نقدر نوعي ولادنا على قد ما نقدر، يعني ونكون ليهم نديهم شويه حاجات يعملوها علشان خاطر نبقى يبقوا يفضحوا المتحرش او يحموا نفسهم. بمعنى ازاي الام تعرف ابنها حد اتحرش بيه جنسيا او لفظيا او يعني حركيا، باي طريقه؟ يعني الام دايما، انا بقول الام الشاطره المتيقظه دايما بيكون اولادها في امان. فأنا علشان خاطر أتابع ولادي، وعشان خاطر أسمع لولادي، وعشان خاطر يبقى فيه بيني وبينهم لغة حوار، ده لازم في سن متقدم شوية مع المراهقين وكده. لكن بالنسبة للأولاد الصغيرين، أنا لازم أفتشهم، أفتش جسمهم. يعني أجيب الولد وهو جاي من المدرسة أو هو جاي من التمرين أو جاي من مكان. عفوا يا دكتور، هل هي دي بيبقى لها سن معين ولا؟ الأولاد اللي ما بيقدروش يعبروا عن نفسهم، أو اللي إحنا بنخاف إن هم يخافوا يقولوا. لا، لأن أطفال بتخاف تتكلم، لأن المتحرشين بيكونوا مخوفينهم، لأن هم خايفين يبقوا غلطانين، لأن ده فعل هم فاكرين إن هو عيب، فعليهم مسؤولية، فبيخافوا من المسؤولية، لأن بعقلية هم الصغيرة ما بيقوش فاهمين الكلام ده. فأنا أفتش ابني وبنتي أما يكونوا في مكان، أو أنا أكون سايباهم في مكان، أفتشهم، شوف الأماكن، الكدمات، أماكن الخبطات، الخربشات، أشوف أعضاءهم التناسلية، هل هي فيها التهابات، فيها تعويرة، طريقة فيها لبسهم ذات نفسه، اللبس اللي هم المتنعكش، الملابس الداخلية المتنعكشة، الملابس الداخلية المتسخة احيانا. وطبعا احنا بنفتش بطريقه، كل ام بقى بتبقى عارفه اولادها الاتيتيود بتاعهم في اللبس ايه، بالزبط. الشكل بتاع لبسهم ايه، فالام المنتبهه هي دايما اولادها محميين. وكمان حاجه مهمه جدا، ان هي لازم تتابع لعب الاولاد، يعني لعب الاولاد. الاولاد عاده اللي بيتعرضوا للتحرش او اللي بيتعرضوا للمأساه دي، يعني بيكون عندهم نوع من انواع العنف في اللعب، ونوع من انواع العدوانيه في اللعب، فلازم برضو تشوف. وبيكون معلش، ممكن بمعنى حضرتك تفسرين الموضوع ده؟ يعني الولاد الصغيرين اللي بيتعرضوا للفعل ده او للتحرش باي نوع من انواعه، بيكونوا عندهم ضغط من المنطقه دي، فبيحاولوا يفرغوا الضغط ده في العدوانيه في اللعب، في العصبيه في اللعب، في ان هم يضربوا اصحابهم ضرب بدون مبرر وما بيكونش فيه داعي يعني. وكمان الام تقدر تعرف من يا استاذه نجلاء الاحلام او الكوابيس اللي
بتيجي للولاد. ممكن الولد يتفزع في يتفزع. الليل. ممكن طفل عدى سن مص الاصابع يرجع يمص صباعه، سن عدى سن التبول اللا ارادي يرجع يتبول لا اراديا، عشان هو بيبقى خايف من حاجه معينه، عشان طبعا بيبقى في ضغط نفسي كبير جدا وبيبقى توتر. معلش يا دكتور، عصرتي حاجه، يعني انا دلوقتي يكون عنده هو انفعال داخلي، يعني الانفعال الداخلي ده هل من الموضوع ده ولا ممكن يكون من اي موضوع تاني؟ اصل حضرتك بتقولي ممكن يكون، ما انا ليه بقول متاتومين يعني لا، ما الاصابع او التبول اللا ارادي لو مش في مجاله او مش محله. انا ابني اتعلم التويلت وبقى يدخل لوحده وما بيعملش بيبي وهو نايم ومفيش كده، وبقى يرجع يعمل كده، اذا ده عرض لمشكله. لمشكله بس مش هي نفس المشكله، بس ما تكونش هي مشكله تحرش. لا بس ممكن تكون مشكله تحرش او غيرها، فالام المتيقظه اللي بتبحث ما في مشكله، فانا هبحث ورا المشكله. لو ما كانتش تحرش هتبقى شيء تاني اكيد. طب دكتوره دلوقتي لو الواحده عايزه توجه ابنها او بنتها، هي اللي تنصحهم يعني الام تنصح ابنها ولا تخلي الاب هو اللي ينصح ابنه؟ بالنسبه للاولاد احنا بنفضل دايما في سن الصغير اللي هو سن ما قبل المدرسه ان التواصل بيبقى مع الام، أفضل. لان الام بتبقى متفاهمه جدا للولاد ومتفاهمه جدا لاسئلتهم ومتفاهمه جدا لردود افعالهم وعارفه ايه الطريقه المناسبه ليهم وليهم وليها نصايح اللي هي توجه بها ابنها. بالظبط، محدش يجي جنبك، بالظبط محدش يبوسك، محدش يلمسك، ما تقعدش على رجل حد، محدش يدخل معاك التويلت، ما بنقلعش قدام حد، ما بنلبسش قدام حد، محدش يلمسنا. وابتدي بنفسي يا استاذه نجلاء، يعني انا ما اجي اغير هدومي ما اغيرش هدومي على مرأة الولاد، ما اقلعش والبس قدام الولاد، اعرفهم ان في حاجه اسمها عيب وفي حاجه اسمها عوره. صح. طالما انا علمتهم ان في عيب وفي عوره فهم بالتالي هيبقوا حريصين على الملكيه الخاصه بتاعتهم، هيبقى عندهم خجل او كسوف. جسدهم ادخل كمان عندهم ثقافه ان جسمي ما ينفعش حد يشوفه، ما ينفعش حد يلمسه. لان الايذاء الجنسي الجسدي اللي هو التحرش الجسدي يعني حاله نفسيه، مش بس ان انا المسك، لا ان انا اتخطى المرحله اللي فيها انت حاسه بامان، المساحه اللي انت حاسه فيها بالامان. انا لو اخترقت المساحه بتاعت الامان بتاعتك انا كده تحرشت بيكي. طب يا دكتور حضرتك دلوقتي انا اراقب ولا يعني من بعيد كده، يعني اكون مراقبتي شديده ولا احس ان هي تبقى لود على الطفل؟ مش الطفل بقى المراهق الصغير اللي يعني هو انا بتكلمش في 5 6 سنين. انت بتراقبه؟ انا بتكلم في ايه، ان انا دلوقتي ابقى اراقبه مراقبه شديده طفل يخاف مني منها ولا لا؟ بمنتهى البساطه وبمنتهى الهدوء انا اتابع ولا معلش عفوا ولها سن، يعني مثلا ما قبل 12 غير بعد 12؟ اكيد. ما انا بدي عايزين نتكلم طبعا في سن الاطفال الصغيرين اللي هم قبل البلوغ غير بعد البلوغ. وهرجع برضو لسؤال حضرتك، انت بتقولي لي الاب ولا الام؟ لا، لو الطفل ولد وعدى سن البلوغ لا الاب هو اللي يتواصل معاه. الاب هو اللي يتواصل معاه لان بيبقى ليهم اسلوب في التواصل واسلوب في طريقه المعامله وفي توصيل المعلومه وفي ان انت راجل وانا راجل، انت انا فاهم وانت فاهم، ليهم اساليب غيرنا. صح. لكن سن المدرسه وسن قبل البلوغ الام بيفضل، الام هي اللي بتحتضن الاطفال في المرحله. بالنسبه لسؤال حضرتك يا استاذ محمود، ان يعني ازاي اراقبهم وهزهقهم وبتاع، احنا في سن قبل البلوغ احنا بنتابع الولاد لحمايتهم، متابعه بنتابعهم بالزبط. لحمايتهم يعني تمام. انا مش هبقى قاعده في مكان وعارفه ان في خطر معين على ابني او على بنتي ومش مش هتابع ومش هركز، اكيد هتابع تمام. وهركز. طيب السن الاكبر من كده، طب ما هم هياخدوا بالهم ان انا بتابع. لا، هو انا هصاحب هو انا هصاحب الولاد اللي بعد سن البلوغ علشان يبقوا صحابي فيحكوا لي فاديهم الامان. وفي نقطه مهمه جدا في الحكايه دي، اتفضل. ان انا لازم الاطفال في سن البلوغ اللي هم المراهقين يعني اوصل لهم معلومه قويه جدا اللي هي معلومه الامان. انتوا في امان، لو انتوا حكيتوا لي انتوا في امان، انتوا عندكم حمايه، انتوا عندكم ظهر، لان بيخجلوا جدا وبيخافوا من المساءله زي ما قلنا والمسؤوليه. والمسؤوليه صح. فاحنا لو فهمناهم ان وخلي بالكم المتحرشين كمان بيبقى ليهم اساليب تهديديه. لو قلت انا هعمل، لو قلت هيكذبوكوا هيصدقوني، لو قلت اللي هيحصل كذا، فبيعملوا لهم عمليه ارهاب. طب بالنسبه لحته الارهاب بقى، ليه الشاب او الرجل بيتحرش بطفل او طفله؟ عايزين نعرف ايه الفرق. اضطراب يعني؟ اضطراب باسمه بيدوفيليا. بيدوفيليا ده معناه ان انا ما بيحصليش الاشباع الجنسي غير عن طريق الاطفال،
أو عن طريق التواصل الجنسي مع الأطفال أو عن طريق التلامس الجنسي مع بأي سلوك أو نشاط موجه ناحية الأطفال. كده بيعتبر يعني مريض نفسيا. مريض للأسف. يندرج تحت وطبعا بيخضع للعلاج النفسي والسلوكي، بس إحنا مش هنخلص المتحرشين. إحنا في عندنا يعني في عندنا إحصائيات بتقول إن من بين كل 100 طفل في 80 طفل تم التحرش بيهم سواء لفظيا او جسديا. 100 من كل 180. يعني حضرتك عايزه تقولي ان 80% يعني 80% من مجتمع الاطفال بيتم التحرش اللفظي، اذا كان لفظي او جسدي او جسدي او دي نسبه أو أو صعبه جدا او اي او او باي طريقه تحرش. دي احصائيات حقيقيه للاسف مع الاسف. طب واحد احنا ما عندناش بس ثقافه زي ما الاستاذه نجلاء قالت في اول برنامج، احنا ما عندناش ثقافه التركيز في حاجه زي كده ونلقي عليها الضوء، وللاسف عشان كده الولاد بنخجل منها. الولاد ما عنده تابو، هو تابو. فالولاد للاسف ما عندهمش الشجاعه ان هم يفهموا الوعي ده. احنا دورنا النهارده كانت فكره حضرتك رائعه جدا يا استاذ محمود ان احنا نلقي الضوء على الموضوع ده، لانه موضوع مهم جدا، وخصوصا ان احنا بنقدر نحمي اولادنا، بس احنا مش عارفين ان ممكن التحرش ده يحصل لهم وهم قاعدين جوه البيت عادي. استاذن حضرتك بس معايا اتصال. اتفضل. الو. السلام عليكم. صحت الله بركاته استاذ محمد، اتفضل. الحمد لله. وحضرتك طيب؟ ممكن حضرتك تعلي صوتك بس؟ في وقع حصل في يومين ثلاثة زي ما انت يمكن حضرتك عارفها. ايوه يا فندم. الواقع اللي حصل مع الراجل الكبير في البنت الصغيرة ديت. تمام. يعني الراجل دي متهيألي يعني ممكن دي ما تكونش محاكمة ولا في أي حاجة. لا لا، ودي حاجة يعني متجهة للقضاء، احنا مش هنتكلم فيها. اتفضل. الراجل يعني جه قد بنت بنته. أكيد. أكيد كلنا تأثرنا بهذا الواقع، بس يعني دي حاجة متجهة للقضاء، ودي القضاء هيقولوا كلمته إن شاء الله. هو عايز يعني حضرتك بتقول ايه الدافع اللي دفعه لحاجه زي كده؟ هو محمود عايز يقول اللي هو متجوز وعنده اولاد، يعني اللي دفعه لحاجه زي كده. تمام. ماشي، انا بشكرك يا استاذ محمد. طب الاستاذ محمد بيقول يعني بيقول متجوز وعنده اولاد وفاتح بيت، ايه اللي يدفعه لحاجه زي كده؟ لا، وبيقول يعني قال لفظ حلو برضه. قال ان هو يعني من دور حفيدته تعتبر مثلا. طب ليه عمل حاجه زي كده؟ على ان هو ده الشيء اللي بيغريه. هو بيتعامل طبيعي، هو بني ادم زيه وزيك. طب هو ما بصش لحاجه زي كده بس لو وقعت لاولاده او لاحفاده حاجه زي لا كده؟ لا، ما بيفكرش في ده. يعني ما بيفكروش في ده. لا، ما بيفكروش في ده. هل في اللحظه دي بيغيب وعيه؟ الوعي طبيعي. زي مدمن المخدرات. تمام. بيبقى مهما كانت تكلفة الأمر عشان يوصل للمخدر بتاعه بيوصل للمخدر بتاعه. بيبقى شخص مغايب. هو بيبقى شخص مغايب، مش عارف كمان ايه اللي يعني. هو راجل محترم وكان ببدلة وبجرافطة وداخل بير العمارة واخد طفلة من أطفال الشوارع، وهو راجل متزوج وعنده أطفال ومش عارف ايه. تمام. هو في اللحظة دي منفصل عن الواقع. هو في اللحظة دي كل اللي بيبحث عنه إرضاء رغبته المريضة، رضا الشذوذ النفسي اللي عنده في الناحيه دي. لكن هو ليه بيعمل كده؟ بيعمل كده ان هو مريض. دكتور حضرتك واحنا بنتكلم كنت بتقولي ان احنا هنلقي الضوء على هذا الموضوع. بس هو المتحرش احنا لازم نلقي الضوء عليه. ويعني مش هنقول ان احنا يعني هنعرف بيه الناس، ولا المفروض نتكتم على الموضوع ونعالجه؟ لا يعني طبعا. ايه رايك؟ لا طبعا. انا بالنسبه لي انا الموضوع ده انا برضو ليا رايي فيه مختلف شويه. انا ما عنديش مشكله ان يبقى في مريض نفسي، وما عنديش مشكله ان يبقى في عندي مريض عنده انحرافات سلوكيه. تمام. بس انا بالنسبه لاي شيء يمس الاطفال انا متعصبه شويه. يعني اي شيء بيضر الاطفال لازم ناخد حذرنا، لان تاثيرات الايذاء النفسي للطفل على المستوى العام طول حياته بيبقى سيء جدا بعد هذه الواقعه يعني. فانا مش طب هنستاذنك يا دكتوره، معانا اتصال تليفوني. الو. الو. ايوه، السلام عليكم. معانا ام صبحي. اهلا وسهلا بك ام ضحى. اهلا وسهلا بك يا ام ضحى. اسال سؤال بخصوص الموضوع الحلقه بتاعتي. اتفضلي يا حبيبتي. انا عندي اطفال كده. عندك ايه؟ بحاول على قد ما اقدر يعني ان ابقى معاهم يعني جريئه وكده عشان يفهموا كل حاجه. انا مش عايزه اوصلهم للمراحل اللي انتوا بتقولوا عليها دي. فبحط كل يعني بحكي كل حاجه للعيال.
يعني انت جريئه معايا؟ لا كده غلط. هو انا بس على الاخصائيه برضه كده صح ولا كده مش صح؟ عندهم كام سنه؟ عندهم كام سنه يا ام ضحى؟ عندهم كام سنه؟ هو من 11 و12. 11 و12 الابن يعني. 11 و12 ايه؟ معلش ما سمعتكيش. 11 سنه. 11 و12 بنات ولا صبيان؟ البنت 12 سنه والولد 10 سنين. بتوجهيهم ازاي يا ام ضحى؟ يعني بتقولي لهم ايه؟ يعني بيبقى معاهم في كل حاجه، مثلا خصوصياتهم وكده، وبيقول لهم كل حاجه كده صح؟ واي حاجه تخطر في بالك يعني بقولها. يعني هي جريئه معاهم، بتعرفهم كل شيء، ما بتتكسفش منهم عشان لازم يفهموا. مش كويسه انا التعليميه وكده. ايه مش كويسه؟ ايه اللي مش كويسه يا مضحى؟ يعني ان انت تبقي جريئه معاهم بقى كده. لا جراءه. بمعنى ايه الجراءه؟ جراءه ان انت بتتناولي معاهم المواضيع زي ما تكوني قاعده مع واحده صاحبتك، ولا برضو بتعملي اعتبار ان هم اطفال صغيرين؟ يعني بتفهميهم يعني المواضيع بوضوح؟ بس كل حاجه يعني حاجه البنت طبعا انت عارفه ايه اللي بنفحل بيها في فتره البلوغ، بحكي لها ان هي برضه بتحكي لي كل حاجه. بتحكي لهم بكل يعني وضوح؟ كل حاجه بحكيها لها، يعني اللي بيحصل للبنت وكده. انا شايفه يا ام ضحى ان حضرتك ما عندك، ما فيش مشكله ان انت تكوني واضحه معاهم وصريحه معاهم وكل حاجه، بس انا بشوف برضو ان بيبقى في حدود وبيبقى في ليميت للكلام. بنشكرك يا ام ضحى، والدكتوره هتجاوب حضرتك. ما ينفعش يبقى الموضوع مفتوح على البحري، لان انا كمان عشان مش عايزه انتهك نظرهم لحاجات الاولاد. حرمه الاولاد يعني انا طبيعي، ده مش طبيعي، ده مستحب كمان ان انا ابقى منفتحه مع الاطفال في سن البلوغ. منفتحه بس مش واقعه. منفتحه. منفتحه. انا مش عارف واقعة. انا عارف يعني مش بس لا انا عشان لكن بس مش واقعه. يعني ايه مش واقعه؟ يسمعها تاني. يعني ما جرأش الولاد، الاطفال يفضلوا اطفال، الاطفال يفضلوا أطفال. لكن اوعيهم، افهمهم، ارشدهم. حتى في لفظ دارك كده دكتور بيقولوا عليه، يعني ايه البنت دي ما شاء الله ايه مدام. دي من كتر تحس ان هي ما شاء الله، تحس ان هي هو ده الكلام. انا مش عايزه الولاد يبقوا مش ولاد، عايزه الولاد يفضلوا ولاد. بس يفضلوا ولاد ايه؟ في الحدود، وهم فاهمين، وهم فاهمين، وهم عندهم الوعي. يعني انا فاهمهم على فكره، بيحصل حاجات مش كويسه يعني لو حصل التلامس الجسدي. ايه الحاجات اللي مش كويسه؟ مش لازم اقول تفاصيل يعني الحاجات. يعني الجراءه حضرتك يا دكتوره دعاء، انت شايفه الجراءه اللي فيها ام ضحى ديت مع اولادها ممكن تجرأهم اللي هم؟ انا مش عارفه هي واصله معاهم لاي جراءه. لاي جراءه؟ يعني مش عارفه. ممكن ماشي يعني عامه، يعني الجراءه دي يعني الدكتور ممكن توصلنا. انا اللي شايفه ان الدكتور بتقول ايه، حاجتين، ما نوصلهاش للوقاحه ونخليها ان احنا ايه، يبقى معتدلين، ما كسرش حياتهم، ما كسرش حياتهم علشان ما يبقاش متفتحين زياده عن اللزوم. وانا شايفه برضه يا دكتوره السوشيال الميديا برضو يعني هي عليها عامل اساسي. يعني انا شايفه دلوقتي بيمسكوا الموبايلات شايفين كل حاجه، يعني ممكن تيجي لهم حاجات ما يصحش اللي هم يشوفوها. استاذنك نجلاء، استاذنك يا دكتوره بس معانا اتصال. الو. السلام عليكم. ازيك يا محمد؟ الحمد لله. اتفضلي اتفضلي مع حضرتك يا محمد. ازي حضرتك؟ بس كنت عايز اسال الدكتوره لو سمحت على اتفضلي كده اتفضلي يا ست كل معاكي. اتفضلي اتفضلي. من فضلك يا دكتوره، انا عندي ابن ابني عنده 7 سنين، 6 سنين ونص يعني، ما كملش 7 سنين. وكان بطل يعمل حمام فعلا خالص. يعني بيعمل من سنتين في الحمام. وبنشطفه احنا وكده. دلوقتي وهو قاعد ساعات بيعمل على روحه وهو صاحي، وهو قاعد. بس هو امه منفصل عن ابوه اسبوع، عندنا يعني يجي السبت عندنا، يمشي السبت الجاي يروح عند امه، اسبوع عندنا واسبوع عند والدته. يبقى انت قلتي المشكله وقلتي سببها. اسبوع عند مامته، اسبوع عندنا. انت يا ام محمد قلتي المشكله. طب استاذنك يا دكتوره، هو حضرتك تقربي له ايه يا ام محمد؟ نعم. حضرتك تقربي له ايه للطفل يعني؟ طب مش هسمع الدكتوره. بقول لحضرتك، حضرتك تقربي ايه للطفل؟ الطفل حضرتك تقربي له ايه يعني؟ حضرتك خالته؟ انا جدته، ام باباه. حضرتك جدته؟ ايوه، ام باباه. وهو منفصل عن عن بابا، منفصل عن والدته. سؤالك يا ام محمد. ايوه، مامته مطلقه بس هو ايه؟ يا علشان يعني جينا يوم السبت ويمشي السبت الثاني لوالدته، اسبوع عندنا واسبوع عند مامته. ماشي يا ست الكل، عنده اضطرابات نفسيه كده. ماشي يا فندم، الدكتور هتجاوب على حضرتك. بشكرك يا ام محمد.
يا ام ده محمد اللي حضرتك كنت بتقولي يا دكتور يعني لا تحرش لاضطراب نفسي بالظبط. لا بس هي بتقول سبع بس سنين بس هي المشكله بتاعته ده مش 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 يعني مش هنقدر نجزم هو ايه بالظبط. بس هو هي قالت المشكله عشان كده العرض وقالت سبب العرض. ما انا لسه بقول لحضرتك عشان كده انا قطعت حضرتك لما قلت لحضرتك افرض لو حد تبول لا ارادي او بينفزع من النوم او كده ما نقولش ده كله يعني ما اقدرش احدد انا غير لما الطفل يخضع لاختبارات محدده والعوامل النفسيه معين يعني معلش الفحص ده والحاجات دي بتبقى عند الدكتور ايه يعني تخصصه او التايتل بتاعه؟ اخصائي علاج نفسي وسلوكي. وسلوكي لازم يتجه لكده. وبالنسبه للطفل ده سبع سنين بتقول حضرتك مشكلته ان هو طبعا عنده يعني انا من شايفه اللي هو اضطراب نفسي من المشكله اللي هي قالتها ان والده ووالدته والمحيط طبعا الضاغط اللي هو فيه. تمام. فمش مش هنقدر نحدد هو الاضطراب ده بسبب بسبب اعتداء جسدي او لا. في اتصال معانا تليفوني. الو اتفضل. الو ايوه يا فندم السلام عليكم. استاذ ابراهيم اتفضل اهلا بيك. اهلا بيك. ممكن بس حضرتك السؤال موجه للدكتوره اتفضل. عندي البنت في ثانيه ابتدائي وكنت عايزها تسرع في القرايه شويه لان القرايه معاها بطيئه، اعمل ايه حضرتك؟ وبتنسى بسرعه. هي النطق بتاعها بطيء ولا بتتكلم عادي؟ لا نطقها عادي وطلاقه في كل حاجه بس تيجي تقرا من الكتاب تلاقيها بتقول كلام مش اللي موجود في الكتاب. تقول يعني كلمة مختلفة مقلوبة تلاقي مثلا يلحق تلاقي قامت عاطية حروف في نص الكلمة مختلفة خالص بتنسى بسرعة. طب انت هي بتركز وانت ازاي؟ اخليها تركز ازاي والقراية تزيد معاها السرعة في القراية الأعمى؟ كلامها في وسط اليوم العادي بيبقى فيه لخبطة برضو ولا بس في القراية؟ لا القراية بس القراية. وانت بتكلمها بتبقى مركزة معاك في أي حاجة؟ حضرتك مركزه بس في المذاكره مثلا تلاقيها بتنسى بسرعه وفي نفس الوقت القرايه ضعيفه لما بتيجي تقرا من كتاب القرايه ضعيفه. انت بتخوفها وهي بتذاكر ولا ايه؟ ادورها بقى حضرتك هخليها مثلا لو الشاشه مثلا مكتوب حاجه ولا اقري لازم اساعدها في الحرف الاولاني. طب حضرتك بتخوفها يعني وهي بتذاكر يا استاذ ابراهيم؟ لا 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 بتشد عليها في المذاكره. سنه كام؟ نعم هي انت بتشد عليها في المذاكره؟ لا لا ما حضرتك ببقى عايزها عشان تبقى زي زمايلها. لا يعني بتشد عليها يعني يعني المدرس بيقول لي ايه؟ المدرس بيقول لي سيبها وخليها تحل الواجب الوحيده ابص الاقيها بتحل حاجات كتير غلط. لا بس انت شكلك شكلك بتنفعل عليها. لا 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 ما بنفعش ليها بس هي في سنه كام؟ في سنه كام يا استاذ ابراهيم؟ في ثانيه ابتدائي. ثانيه ابتدائي ده لسه يا استاذ ابراهيم. وطبعا ما فيش مدارس حضرتك. طب الدكتورة هتتواصل مع حضرتك. شكرا لاتصالك يا استاذ ابراهيم. طبعا السنه تانية ابتدائي دي مش هنقدر نصنفها صعوبات تعلم ولا هنقدر نصنفها ان هي عندها مشكله. هي كل الحكايه ممكن زي ما الاستاذه نجلاء قالت وشخصت ان هو انا بجد يعني عن الحلقه انا نجلاء بالنسبه ليا دلوقتي مع اي دكتور ما شاء الله عليها خبره ايوه. هي الحاجه الوحيده اللي ناقصاها ان هي تلعب يعني تبقى في الكوره ما شاء الله او ملا وتقوم تقعد انت في الكوره ماليش في الكوره وانا ملا وانت تقعد فاحنا بس نحاول نديها ثقه في نفسها شويه. هنحاول ان احنا نديها حاجات تقراها سهله قصص بسيطه صغيره حروف بتاعتها سهله المحتوى بتاعها هو ممكن يكون متعنف هو متعنف معاها في طريقه نحاول ان احنا ما نكرهش الولاد في الدراسه هو لو مش متعنف معاها ما كانش اتصل دكتور ممكن طالب البعض ان المتحرش ان هو يقللوا من هرمونات الرجوله عنده او يدوله ماده ده يعني بيطالبوا كمان في بعض الدول بان هو يعني الحكومات يعني تعمل عقوبه مثلا تعقمهم يعني تعقمهم. اللي هو الاخصاء يعني تمام فاهم بس طبعا ده ضد حقوق الانسان فده ما ينفعش طبعا يعني معلش يا دكتور طبعا حضرتك بخبرتك طبعا اتصالات كتيره. الو 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 مساء الخير يا استاذ صح اتفضلي. مساء النور يا فندم. أمور. انا كنت موجهه سؤال للدكتوره لو اتفضلي اتفضلي يا تحت امرك. انا عندي اخويا تمام ما بيقدرش ان هو يعني من ساعه ما والدته لفعته بالنار فممكن يبقى قاعد وممكن يعمل حمام على نفسه. عنده كام سنه؟ عنده 3 سنين ليه لسعته بالنار؟
عشان شاجي وما بيسمعش الكلام، راحت لسعاب النور، فمن ساعتها ما هو لازم هيعمل على نفسه، ولازم يعني هو ما انتوا متخيلين اما تلسعوه بالنار ايه اللي هيحصل؟ يعني اما تلسعوه بالنار طفل عنده 3 سنين ايه اللي هيحصل؟ ده فعل يعاقب عليه القانون اصلا كمان، يعني الفعل ده يعاقب عليه القانون اصلا، مش صح يا جماعه، مش صح يعني، ده مش صح، مش صح. لازم طبعا يتم عرضه على متخصص نفسي علشان يحاول يحل المشكله الكبيره اللي انت عملتها، وهتعمل له عقده نفسيه طول عمره. لا ده كده يعني، لا طبعا، لا ده انتهاك ليه. غلط يا جماعه، غلط. نحاول ان احنا بشكرك يا استاذ نتأنى طيب شويه. هي بقى يعني بخصوص الموضوع ده، يعني الامهات لما الطفل بيغلط، في امهات بتعاقب، بتاخد التاب، بتاخد التليفون، ما تكلمنيش، خصمني، ابعد عني. في امهات بتضرب وبتعاقب بالضرب، وممكن تعمل له اصابه، ممكن تحرقه زي ديت. انا شايفه العقاب اللي بالخصام بيبقى احسن ونفسي غير العقاب اللي بالضرب. طبعا ده العقاب النفسي ده بقى بيعمل ايه بقى في نفسيته؟ ده التربيه الصحيحه، بيعمل ايه؟ بيعمل اضطرابات، بيخلي الطفل يبقى كبير كده ويعمل بيبيع على نفسه، بيخلي شخصيه مهزوزه، بيخلي ثقه في النفس منعدمه، بيخلي معرض كمان للتحرش الجنسي لان هو شخص ضعيف. تمام، بيبقى شايف ان هو اي حاجه ممكن تعمل. طب هنستاذنك يا دكتوره، هنستاذنك في اتصال تاني معانا. الو الو الو، السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ تامر، اهلا بيك. مع حضرتك تامر صلاح من الغربيه. اهلا وسهلا يا استاذ تامر، اتفضل. ايوه مع حضرتك استاذ تامر. وطي التلفزيون شويه يا استاذ تامر لو سمحت. والله عندي سؤال كده عايز اسال الدكتور عليه، عايز طفل عنده 7 سنين. وطي التلفزيون يا استاذ تامر عشان نسمعك وانت تسمعنا. حاضر، والله انا وقفته خالص. اتفضل حضرتك. طيب بصي حضرتك يا دكتوره، اتفضل. السلام عليكم الاول. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. انا عندي طفل اسمه مروان. تمام. طفل ده عنيف جدا. مع حضرتك مروان ده عنيف جدا. طبعا انا يعني عملت له اشعه مقطعيه على مخه، الكلام ده من 20 يوم. ده عايز يكسر، عايز يضرب. طب انت ما عملت له اشعه مقطعيه على المخ؟ مين اللي وجهك ان انت تعمل له اشعه مقطعيه على المخ؟ وعنده كام سنه؟ يعني عنده 7 سنين. طبعا مفيش. على فكره التليفون، رحت عند دكتور، هاتي الروجيتا كده اللي في البتاع دي، رحت عند دكتور مخ واعصاب. تمام. لو سمحت انجز، لو سمحت بتاع المخ والاعصاب دوت، قال لي يعمل اشعه مقطعيه. وطلع فيها حاجة الأشعة المقطعية؟ أيوة حضرتك، عامل فيه إيه؟ إيه؟ الأشعة المقطعية ما طلعش فيها حاجة. الدكتور بس محمد سعيد علي. لا خلاص، مش عايزين أسامي حد. لو سمحت يا أستاذ مروان، ممكن تنجز في حالة الطفل؟ ممكن تنجز في حالة الطفل حضرتك؟ شكرا. حد بيتعامل معاه بعنف، بعصبية، بقوة في احنا البيت. بنشكرك يا استاذ، اسمه ايه؟ مروان. استاذ مروان قطع الاتصال. طبعا انا ما اقدرش اقول اشخص الموضوع، يعني مش كل ام واب يبتدوا يشتكوا من ولادهم، يشوفوا عليهم شويه عند شويه شقاوه، شويه عفرطه، ياخدوهم لدكتور مخ واعصاب او دكتور نفسي. يعني اللي انا كنت بتكلم فيها دكتوره، يعني انا لما عامل ابني بعنف برضو هعرضه، اللي هو يبقى عنيف، هيبقى متزمن طبعًا، هيبقى اسلوبه مش كويس. انما لما بعامله بحسنى وبخصام وباسلوب راقي، هيبقى يعني هيبقى اسلوبه كويس بالظبط، غير الضرب وال بالظبط بالظبط. يعني انا شايفه ان الضرب هيحوله لشخص سهل. وممكن كمان يكون الاب في البيت اسلوبه مع والدته بطريقه عنيفه، بتخلي العيال يبقى عندهم اهتزاز نفسي من جوه. يا دكتوره صح ولا اكيد؟ طبعا اكيد طبعا. يعني العلاقه ما بين الاب والام لازم تبقى سويه. اكيد طبعا. بس انت كنت سالتيني على سؤال مهم جدا بالنسبه للميديا لتاثيرها على الاولاد. الميديا ليها تاثير قوي جدا على الاولاد. انا بقى عايزاكي تقولي يعني نصيحه لكل ام قاعده كده تفتش ورا اولادها على محركات البحث،
وتشوف هما بيشوفوا ايه، النوعيه اللي هما بيشوفوها. وتشوف كمان، ولازم نعلم ولادنا يا استاذه نجلاء ازاي ما يتواصلوش مع حد ما يعرفوش دلوقتي على فيسبوك وعلى انستجرام وعلى كل طلبات الصداقه، طلبات الصداقه وجروبات ومش عارف ايه. طب انا اعرف منين انت بتتواصل مع مين؟ ما ممكن يكون متحرش الكتروني، ما في تحرش الكتروني، يبقى يبعت للولاد صور او هو المتعه بتاعته عن طريق كمان استعراضه. ممكن يخافوا يقولوا لمامتهم اللي هم طبعا. فانا لازم اتابع ولادي بيتواصلوا مع مين، ولادي بيكلموا مين، ولادي بيبعتوا لمين، داخلين في اي جروبات، على محركات البحث. وفيه كمان حاجه مهمه جدا، محركات البحث بالنسبه للاطفال، في محركات بحث للاطفال يا ريت كل ام تدور عليها وتبتدي تحطها للولاد على جوجل. استاذه حضرتك يا دكتور معانا اتصال. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. استاذ اسلام، مرحبا بحضرتك. اهلا بحضرتك، اتفضل. هو بالنسبه لموضوع التحرش، هو المفروض ان في رقم انك تتصل عليه وتبلغ عن لو حد متحرش. في رقم؟ في رقم لحضرتك تتصل عليه يعني؟ اه في يا دكتور؟ لا ما عنديش فكره بصراحه. لا لا ما فيش ارقام التحرش. بس ده بس حاجه زي كده، ما كنتش ليها ارقام. والله احنا بنطالب الساده المسؤولين ان شاء الله. حاضر. يعني انا مثلا في واحد قدامي متحرش وعايز ابلغ عنه. بلغ عنه. طيب الاسم، اقرب اسم ليك، الاسم ما تروح تعمل له. لازم تكون في واقع يا استاذ محمد، لازم تكون في واقع. ما هو المشكله ان لازم في واقع، مثلا سوري في اللفظ يعني، لما ينزل السوق مثلا وسط زحمه وسط كده بقى شايفه. في اتنين تتضرب وفي الاخر يمشي. وهو ليه في وسط السوق وتسيبوه في وسط السوق؟ هو الاشخاص دي لو انتم ما مسكتوهاش ضربتوها وعلمتوها حق الله هيتعلموه ازاي يا جماعه؟ هيتعلموه ازاي؟ ما هو لازم يلاقوا التصدي المجتمعي ليهم برضه. يتمسك ويتضرب كذا مره برضه كل اسبوع بتلاقيه نفس الشيء. والله ده بقى شغل اهل البلد بقى. تمسكوه تودوه الاسم ده على طول. اللي بيحصل معاه الواقعه ما قدرتش اقول مثلا معاك الاسم. هو ده بقى مشكله مجتمع. اكيد. انا بشكرك يا استاذي. دي بقى مشكله واقعه بيننا. التعتيم لان هتبقى فضيحه ولان هتبقى مشكله ولان ما ينفعش كده. طب احنا بندافع عن مين؟ بنعتم على بندافع عن مين؟ بندافع عن مرضى نفسيين مضرين للمجتمع ومضرين لينا للاسف. ايوه مع حضرتك. فده طبعا اكبر غلط. طول ما احنا ساكتين، يعني انا لما ابقى عارفه ان ده شخص متحرش المفروض ده احرمه ينزل للسوق زي ما هو بيقول، احرمه ينزل للسوق، مش هسيبه ينزل للسوق وكل شويه نمسكه ونضربه. لا، ما ينفعش خمس ست رجاله كده من رجال القريه او رجال المحافظه يمسكوه ويودوه الاسم يكتفوه ويودوه الاسم. مش عارف اللي حصل مع بنته او مع ابنه وقع او شاء او تعرض للاذى ده، ليه ما عندوش الشجاعه الكافيه ان هو يروح ويعرض لا الامر؟ لا، لازم يعرض الامر عشان يحمي ولاده ويحمي غيره. وهو التاني يخاف ويبعد. الردع المجتمعي يا جماعه ده مهم، بس احنا النهارده علشان مش هنقدر نتحكم في الناس، فاحنا بنقول نتحكم في نفسنا، نتحكم جوه بيوتنا. لان التحرش الجنسي بيتم بالولاد من المحيط بتاعنا، من المحيط بتاع الاسره، من المحيط بتاع المعارف. لسه هقول لحضرتك يا دكتور، هل المتحرش ممكن يكون من داخل الاسره؟ طبعا. ليه ما يكون؟ يعني في دراسات بتقول ان 80% من الدراسات اصلا بتقول ان الاعتداءات على الاطفال بتكون من اشخاص قريبين من الطفل، اقارب او معارف او جيران او مدرسين او احيانا محافظين قران مع كامل الاسف. طبعا ما يعني مش اغراض الاحترام ليهم. طبعا اكيد مش كلهم يعني الا من رحم ربنا. لا، في ناس منحرفه. الناس المنحرفه ما بيبقاش علاقه بالتدين، ما بيبقاش يعني ليها علاقه بسمات الشخص بالظبط. الطبيعيه. احنا بنقول معرضين من مين؟ معرضين من الخال، الخاله، العم، العمه، الجد، الجده. معرضين المتحرش رجل وامراه، ويتحرش بالفتاه وبالولد على فكره. الجار اللي انا الجاره اللي انا بسيب عندها بنتي ممكن تكون متحرشه. دي على فكره دي حاجه يعني فظيعه في البلد اليومين دولك. اللي هو ايه، انا موظفه، خليكي معايا نجلاء فيها، انا موظفه اسيب بنتي عند جارتي واتكلمها يعني. ده بجد انا بشوفه وبسمع بعينيا. انت بتدي لهم الفرصه لانتهاك ولادك. خلي بالك، معلش نزليه الدرس ايه ده، انا ما شفتش. وممكن برضو التحرش بطفل ما يكونش بيقدر يتكلم بالظبط.
بالظبط، يكون ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يعبر، ما بيعرفش يعبر، لان هي متعتهم متعه مرضيه، فاحنا ما نعرفش هم هيتمتعوا باولادنا ازاي. يعني نوع المتعه اللي هيتمتعوا باولادنا احنا ما نعرفش ازاي، فاحنا لازم يكون عندنا حرص شديد جدا واحنا بنتعامل مع كل المحيطين في الشيء الخاص باولادنا. حتى مهما كان محل ثقه، لان انت اما حد بيخون ثقتك انت ما بتبقاش عارف ان هو يخون ثقتك. بالظبط، يعني انت بتفاجئ بعدين ان هو خان ثقتك. لكن في الواقع لو انا حريصه وانا منتبهه وانا واخده بالي من، وخلوا بالكم ما ينفعش اهمل شكوى الطفل او الطفله من شخص بعينه. ما انا فلان ده انا مش بحبه، ليه مش بتحبه؟ ليه؟ طب عمل لك ايه ضايقك؟ وابحث وادور يعني ممكن يعني يا دكتوره انت قصدك يعني مثلا الطفل يقول لك انا فلان دوت انا ما بحبوش، انا مش عايز اروح هناك تاني، مش عايز اروح هناك تاني، يعني تبحث وراه تشوف هو يعني سبب كلامه ده طبعًا. ايه الدوافع اللي ادت لك طبعا دافع يعني دي زي ما احنا قلنا من شويه ممكن يكون احد الدوافع الدافع التحرش، غير ممكن يكون دوافع تانية، ممكن يكونوا بيعرضوه لإيذاء نفسي مثلا بالضرب او بالقهر او بالإهانة او بالإهانة مثلا مش لازم يكون تحرش. معنا اتصال تانية يا دكتورة. اوكي اتفضلي. الو الو انقطع. طب كملي يا دكتورة الاتصال. اتصالك بس يا دكتور، هو كان في حد بعت على الصفحة بيقول لحضرتك ايه ثقافة المجتمع؟ الخوف من الفضيحة وما فيش شجاعة في المواجهة، ودي كتير في المدارس بس اولادهم بيقولوا بيخافوا يتكلموا. بالظبط. هل دي يعني دي نعالجها ازاي؟ نعالجها ان احنا نوعي المجتمع بقى. الاستاذ محمد نصر. احنا دورنا بقى، دورنا ان احنا نوعي بقى المجتمع بتاعنا كحضراتكم كاعلاميين وانا كاخصائيه نفسيه، ان احنا نفهم الناس التحرش دي جريمه. تمام. ولازم نساعد في وقف الجريمه. لو انا جه حد سرق مني 1000 جنيه هروح ابلغ عنه. فانا لما حد يجي يسرق براءه ابني او بنتي فاكيد طبعا انا لازم ابلغ عنه. ربنا يخليك. الو السلام عليكم. عليكم السلام يا فندم. الله يخليك. اقول لك انت حضرتك سامع حضرتك بتقول ان ممكن الله يخليك. بقول لك انا سامع حضرتك بتقول ان الجارة ممكن تحرش ممكن لا يحصل. طبعا. حضرتك ما سمعتش قبل كده عن السيدات اللي اعمارهم فوق الـ40 والـ50 سنة وبيقوموا بإغواء المراهقين؟ حضرتك أول مرة تسمع عن الموضوع ده؟ ده تحرش. وفي فعلا كتير كده. وفي فعلا كتير. حضرتك ما سمعتش قبل كده عن سيدات سابوا ولادهم عند جارتهم وتم انتهاكهم من مراهقين او بالغين عندهم في البيت؟ اشكرك يا فندم على الاتصال. طبعا موجود. طبعا موجود. نرجع تاني حضرتك للاستاذ محمد اللي كان قال عليه ده اللي هو بيحصل في المدارس والحاجات دي واولياء امهم بيتكتموا على هذا الموضوع. بيحصل كمان من الدادات وبيحصل كمان من المدرسين. طبعا دي مشكله كبيره. ليه ما انت مدخل حد مع ابنك او بنتك الحمام وما سمح له ان هو يطلع على عورته؟ ودي مشكلة. عشان كده احنا بنقول للامهات لو سمحتوا قبل ما اسمع الحل بقى قبل ما اسمع الحل وكده معانا اتصال. الو انا مش عارفه اتكلم من الاتصالات. الو استاذ احمد اتفضل. ماشي يا باشا. اهلا اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام استاذ احمد اتفضل. الله يخليك يا باشا. عايز اسال بس الدكتوره على حاجتين. طب اتفضل حضرتك. معايا ابني الطفل عنده 4 سنين ونص. تمام. الو اتصل القطع. ماشي الاتصال قطع. انا دكتور. فانا اعلم ولادي من قبل سن المدرسه ان هم نظافتهم الشخصيه تكون مسؤوليتهم. ما افرحش ابدا ان انا في مدرسه لغات ودوليه ومش عارف ايه فالداده يا جماعه هتعمل لكم 1 2 3. لا، هو ممنوع ان حد يلمس جسمي، ممنوع ان حد يشوف جسمي. فانا كأم قبل ما اودي ولادي المدارس اعلمهم ان الشغاله او الست اللي بتساعدني في البيت ما بتشوفش اعضائهم التناسليه وما بتشطفهمش، انا ومن بعد تعليمي ليهم هم فقط. فقط.
لكن ما اعتمدش على الشغلات لكن ولا على الست اللي بتساعدني ولا على الداده او المساعده اللي في المدرسه لان انا ما ينفعش ان انا اعودهم كمان على اللبس. من وجهه نظر حضرتك الدوله ممكن يعني تقوم بحاجه واجب من ده؟ لا انا بتكلم برضو على الدوله مثلا وزاره التربيه والتعليم هل مثلا يبقى لها توجيه يبقى يعني توجيه او لود كده على المدارس بالحاجات دي؟ الحاجات دي بتحصل يعني حاجه مراقبه مش علنية. بتحصل من البيت بقى يا بتحصل بطريقه لا كمراقبه بس مراقبه لو حصل حاجه والام مثلا عرفت ان في حد هنا انا ممكن احكي له زي الاخصائيه اللي كانت زمان اعتقد اتلغت ولا ما لا موجوده موجوده بس مش مفعله بس لا مفعله وكل حاجه بس مش كل الولاد عندهم التوعيه اللي تخليهم اما يحصل لهم ده يروح يقولوا ما احنا ده اللي احنا بنقوله النهارده ان لازم نعلم ولادنا ان هم يكون عندهم الشجاعه ان هم يقولوا يكون عندهم الشجاعه ان هم يعبروا عن الايذاء اللي تعرضوا له ما يبقوش خايفين ونعودهم يحموا نفسهم باجراءات بسيطه اللي بيها انا كأم ابقى مطمنه ان ولادي في المدرسه ابقى مطمنه ان ولادي في النادي ولادي في المكان ده لان انا عارفه انا موعياهم ومفهمهم ايه يعني زي مثلا في المدرسه برضو احنا ما نقدرش ابدا ان احنا في الحضانه مثلا ما نقدرش ان احنا نامن جانب ان هم في الحضانه وسايبينهم وماشيين لازم في المدرسه يشوفوا الام لازم في الحضانه يشوفوا الام يعرفوا ان الام دي متيقظه. طب بقول لحضرتك يا دكتوره انا بشوف كتير من الناس بيسكتوا الشكوى بتاعتهم مقابل المبلغ المادي اللي هو تنازل وخد عشان تتنازل نعولة بيحصل بيحصل طبعا حاجة زي دي طبعا بيحصل يقول لها تنازلي وانا هديكي كذا تنازلوا وبيقبلوا وبياخدوا الفلوس فين النخوة يعني تنازلوا ما تفضحوني مش موت مش يعني مش ديه يعني نقول ايه بقى في الكلام ده يعني ما تفضحنيش وانا تستروا عليا وبياخدوا المبلغ المادي وبيتستروا لسبب ايه لسبب ان هم فاكرين ان دي وصمه عار في تاريخ بنتهم او ابنهم فاحنا لازم برضو هنرجع نقول نوعيهم ان دي جريمه والجريمه انا لسه قايله دلوقتي المثال ده انا لو حد سرق مني 1000 جنيه انا هعمل له محضر فانا لو حد سرق مني براءه ابني او بنتي انا المفروض اعمل ايه؟ طب يا دكتور ممكن يكون في تهديد من اسر المتحرش؟ احيانا بيبقوا ناس عندهم مثلا سلطه من نوع معين او عندهم قوه من نوع معين هو انا بس مش هتطرق للموضوع في موضوع برضه وسيم من فتره برضه تحرش ثلاث يعني شهرين ثلاثه كده وسيم برضه بس انا بتكلم هل ممكن يكون مثلا اسر المتحرش ممكن تهدد طبعا زيها زي كل الجرائم يا استاذ محمود ما هي جريمه زيها زي كل الجرائم بيتم فيها نفس اللي بيتم في اي جريمه اتنازل وخد فلوس اتنازل وخد فلوس لو ما تنزلتش هقتلك هرمي على وشك بنتك وهقتلك بيحصل طبعا لان هو اللي بيعمل كده نار وانا معاك كده يا محمود على طول فعل خليك ميت نار على طول والافعال المشينه على فكره بتجرجر سلسله من الاجراءات المشينه على فكره يعني هو فعل مشين التحرش ده فعل مشين أكيد طبعا. فمش هنكون منتظرين ابدا ان هو هيجر وراه غير سلسله من الافعال المشينه انا شفت الاجراءات المشينه شفتي يعني برضو البنت كانت اللي كان بيتحرش بيها البنت اللي كانت راكبه العجله اللي كانت بتنزل تجيب الطلبات بتاعتها بالعجله في قريه من القرى والولد اتحرش بيها والبنت ديت سابت البلد كلها وجات عملت فيه بلاغ والموضوع دلوقتي امام القضاء طب والله دي برافو عليها جدا دي برافو عليها جدا يعني تمسكت بحقها وعملت علامه سابت علامه بس دي حضرتك يعني انا اللي شايفه في الموضوع ان هي يعني ما راحتش للرذيله او هي اتجهت لا ده فعل فادح اتعمل معاها يعني ما فيهاش كسوف انا شايف ما فيهاش كسوف لا وكان مسجل فيديو كمان ماشي معايا اتصال بعد اذنك يا دكتور الو اتصالاتك النهارده كتير يا دكتور موضوع استاذ مدحت اهلا وسهلا اتفضل ازي حضرتك عامل ايه؟ والله في نعمه اتفضل. الو مع حضرتك يا فندم. اتفضل يا استاذ مدحت اولا بمسي على حضرتك وعلى برنامجك المحترم اللي انا متابعه دايما. الله يعزك. وضيوف سيادتك المحترمين. الله يعزك اتفضل. انا حابب بس. اتفضل يا استاذ مدحت. الو؟ اتفضل مع حضرتك. انا راجل حكم في اتحاد الكوره الحمد لله. اهلا وسهلا. انا بس هتكلم في نقطه واحده يا فندم يعني انا شايف الناس كلها يا فندم مسك الراجل اللي هو المتحرش بالطفلة ده هو طبعا اخطأ وكل حاجة بس شايف ان الشعب كل الوقت بقى حديث الشعب كل الوقت بقى يا عم مسكوا لها جاي على الراجل هو اخطأ كل حاجة ويتعاقب بس تعالى كده يا فندم شوف كده السينما المصرية دلوقتي عاملة ازاي شوف كده التيك توك ده عامل ازاي شوف في حاجات ما تنفعش انها تتعرض قدام اطفال او قدام ناس عاملة ازاي
يعني انا اسف يا كابتن مدحت، طبعا حضرتك كابتن، حاجات اصعب من كده وافظع من كده، والرقابه بتسمح بيها او الناس بتسمح بيها او مش انا مع حضرتك، بس انا ما بتكلمش يا حضرتك تسمعني بس يعني زي ما الراجل ده تعاقب تمام، في حاجات برضو اصعب من كده يا جماعه برضو ما ينفعش ان احنا، انا هقول لحضرتك بس انا بس انا ما بتكلمش على الموضوع ده، احنا مش بنتكلم على الموضوع دوت، احنا بنوجه يعني توجيه لكل اسره لكل اب لكل ام اللي هم يخلوا بالهم من اولادهم من موضوع التحرش. وبعدين برضو يا كابتن مدحت بس انا هلك لحضرتك حاجه، حضرتك قلت بس التوك توك التوك توك معرفش اسمه ايه التيك توك، اسمعني انا مع حضرتك بس انا عاوز اقول لحضرتك على حاجه، البيت فيه عليه عامل محدش يسمح بيها وبتسمح بيها يا استاذ مدحت او يا كابتن مدحت، البيت عليه عامل واحد اه يعني حضرتك مثلا، انا بس انا عندي اولاد برضو وبشوفهم بيجيبوا التيك توك ده انا ما اعرفوش صدقني، بس انا بشوفه، فما انت المفروض حضرتك يعني تحافظ على البيت وتبقى فيه مراقبه شديده على الاولاد، كل راعي بقى مسؤول عن رعايته وبيته وبيراقب بيته واولاده. كابتن مدحت بيقول احنا التيك توك دوت انا ما اعرفوش يعني وكده، فبيقول لك احنا مسلطين الضوء، انا احنا ما اتكلمناش على هذا الشخص، احنا مسلطين الضوء، احنا جايين النهارده عشان بنوعي كل أم. يعني اما يكون في نوعيه معينه احنا شايفينها دينيا وثقافيا واجتماعيا مش مناسبه ان هي تعرض قدام ابني او قدام بنتي فانا بمنعها، فانا لازم اعرف ولادي ان في حاجات ممنوعه، هو بيتكلم صح انا معاه، ما اجيش انا اخلي بنتي تتفرج على مشاهد فيها ايحاءات جنسيه وبعدين اقول ما اصل انا زعلانه من المتحرش، المتحرش ده قصه تانية، انا مش شايفه اي تداخل بين ان انا ربي ولادي صح وان انا وفي رقابه في البيت على التحرش الجنسي للاطفال، اسمع الام والاب يعني انا معلش يعني انا اعرف يعني يمكن حضرتك في الحلقه السابقه انا قلت ايه، انا ما بحبش الست تشتغل يمكن قلت كده صح ليه، السيده الفاضله الاستاذه اللي بتشتغل وفوق دماغي كلهم يعني ومنهم مني بس بتطلع من الساعه كام، من الساعه 7 الصبح تيجي الساعه كام اقل حاجه الساعه 3 تشيل التليفونات من عيالها وهتشيل التلفزيون، لا تشيل الفيش ما انت بعد ما بتعود ولادك على النوعيه هم هيبطلوا يستمتعوا غير بالنوعيه دي، انا بتكلم في كده بقى ان لازم الست الطفل يقعد لحد مرحله معينه يندق فيها يندق فيها طبعًا. وبعد كده انا بعد كده اسيبه أكيد. طب انت يا دكتوره شايفه يعني الام تسيب لابنها الموبايل مده قد ايه او تسمح له اللي هو يمسك الموبايل بتاعه ده قد ايه في اليوم، في سن كام سنه، ما انا بقول بقى الاعمار في سن كام سنه، انا بالنسبه للسن الاقل من 5 سنين انا لا اشجع ابدا على الموبايل او التاب او العاب الالكترونيه، الطفل دلوقتي عنده سنتين يمسك الموبايل لو يعني في عشان اغنيه بيبص لا مش اغنيه ده انتوا ما شاء الله برضو يعني معلش انا هتكلم بقى هتكلم بقى على الساده الافاضل السيدات، هي مثلا عاوزه تتكلم في التليفون تريح دماغ ودي حبيبي العب بس فعلا بتكلم. حقيقه لا ده انا اللي قلتها دي عليكم حقيقه على فكره دي حقيقه في بعض الامهات بتستسهل انهم يسكتوا وينزلوا من على ودنها بالظبط كده هي عايزه تديله اي موبايل اي حاجه تلهيه تسكته المهم هي خلاص بقى تعبت اللي هو بقى خلاص فانا لا اشجع الموبايلات او اي حاجه خاصه بالموضوع ده خلال السن ده لكن بعد السن ده يشوفوا بس اتفق معايا يا دكتور وقت قليل تحت رقابه ان التكنولوجيا يعني ودتنا في حته ثانيه دمرت الدنيا ولسه استاذ محمود التكنولوجيا سريعه وتطور سريع والتحديث سريع جدا احنا نفسنا مش بس احنا مش عارفين نستغله في الحاجات الصح انا الحمد لله بحمد ربنا انا مش جيل التكنولوجيا لا ما احنا كلنا خلاص بقينا انفولفد في الموضوع ماشي احنا كلنا بس لازم على قد ما بقدر بس الواحد طب هل الوعي الديني ليه احنا طبعا الدين طبعا ليه عندنا كل تقدير بس هل الوعي الديني ممكن ياخد خطوه في الموضوع ده لو انا شايفه ان انا ابني ينقذ او بنتي لازم ان بيتفرجوا على تلفزيون كتير بيشوفوا حاجات محتوى ترفيهي او فني كتير انا لازم اراجع نفسي انا لازم اشوف ولادي كمان هل الجانب الديني انا مكمله لهم هل الجانب الديني انا مفهمه لهم صح طفل صغير ماسك مثلا حديث الشيخ الشعراوي بيتفرج عليه طب وانا فين لا بقى لا أنا لا 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 لا, لا 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 بص هقول لحضرتك على حاجه انا استاذن حضرتك انا ده الظهر اقدم اقول للولد لبد النداء ولا ده ايه ولا انا قاعد في البيت كده طبعا لا انا عندي اخويا والله بيدا في الجامعه بسم الله ما شاء الله لا انا ما بتكلمش حد اخوك لا انا اللي بقصده ان تقويه الجوانب الدينيه والروحانيه عند الولاد مهمه جدا بس هي غير ان هي هتحميهم كمان من ان هم يسمحوا لحد بالتعدي عليهم هي اساسا بغض النظر عن موضوعنا النهارده محمود هي مهمه وهي لازمه لكل ولادنا لازم نبتدي واحنا بنعلم واحنا بنربي واحنا بنكبر واحنا بنعلمهم يكتبوا بنعلمهم حلال وحرام
حموده عايز نتكلم في الجانب الديني عن حفظ القران ده برضو هيخليهم يتجهوا لحفظ القران، هيبعدهم برضو عن الحاجات برضو ديت، هيبعدوا عن السوشيال ميديا، هيبعدوا عن الموبايل، للصلاه هيقوم صلي الاعتدال حلو. انا مش بقول على طول ان هو يعني هو قصده كده. التوازن طبعا شيء مهم جدا في حياتنا كلنا، مش في حياه الاطفال بس، في حياه الكبار وفي حياه الصغيرين. طول ما انا شخص متوازن بعمل كل حاجه بالطريقه الصح وبعمل كل حاجه بالطريقه المعتدله، طبعا هو ده اللي بيجيب نتائج. يعني حالات حضرتك كلها بتبقى شيقه. ربنا يخليك، ربنا يخليك. بصراحه يعني احنا ما بنقدرش كل الاسئله ولا المتصلين. والاتصالات اتقفلت، انا عرفت ان هي اتقفلت من كتر بس حضرتك في نهايه الحلقه تقول لنا حاجه للشعب المصري وكل الشعوب اللي بتتفرج علينا والام المصريه والاب المصري. توعيه، خلوا بالكم من عيالكم ازاي، خلوا بالكم من عيالكم ازاي، خلوا بالكم من عيالكم ان انتوا تفهموا رغبات ولادكم، تعرفوا التغييرات اللي بتحصل في ولادكم وفي نفسيه ولادكم وفي شخصيه ولادكم. طول ما احنا متابعينهم وطول ما احنا عارفين ان في حاجه بتحصل غريبه هندور على سببها بالزبط. لكن احنا لو تايهين في التوهه ومش مركزين مع اولادنا ومش عارفين فين ايه، للاسف مفيش اي حد خالص هي ممكن حضرتك بس يعني توعيهم اكتر على حته الميديا ديت والسوشيال ميديا. أنا احنا تعبنا منها لازم يعني. بس ولادي من سن 3 سنين ابتدي اعرفهم ان في حاجه اسمها عيب، يعني طبعا. حد عيب يشوفني، حد عيب يلمسني، في مساحه شخصيه عيب ان حد ينتهكها ويتعديها، المكان اللي هم بيبقوا موجودين فيه قبل ما يروحوا انا لازم استكشفهم وافهمهم واوعيهم، وبعد ما يرجعوا لازم استكشفهم. بالنسبه للميديا لازم اعرف ولادي بيتفرجوا على ايه وبيتواصلوا مع مين، وفي محركات بحث للاطفال عشان الحاجات اللي بتبث على يوتيوب وجوجل وبتاع بتبقى أنا اكثر طبعًا امانا. بشكر حضرتك دكتور دعاء جلال، حضرتك اخصائي نفسي وكلينيكي، واتمنى حضرتك تتواصلي معانا تاني. محمود لو سمحت ممكن بس اقول لحسين ابن اختي مبروك عشان هو نجح، حسين ده بقى ادب الدنيا واخلاق الدنيا. الف مبروك يا حسين العظيم. وكل سنه حاضر هو طيب، وبالمره بقى مبروك. كل سنه وانت طيب يا مازن يا احمد يا عبد العظيم. كل سنه وهو طيب. كل سنه وانت طيب يا مازن. انا بشكرك يا دكتور، بشكرك يا نجلاء، بشكرك يا محمود، بشكركم ودمتم في رعايه الله. تصبحوا على خير.